سكون الليل، أين عمري قد ذهب؟ هل راح وقتي بلا تعب؟ أيهم الأثمن، حياتي أم الذهب؟ كيف لي أن أقول أني أسير بدون هدف؟ وما حياة الإنسان إلا ومضة، وعمله إلا لحظة، وإنجازه إلا بصمة. أصبحنا نتعب من الراحة، ونسعد بالتفاهة، ونحزن حين نصحى، ونتطير حين نفهم، تعسا لعقل هزيل وفكر ضئيل. بعزمي سوف أحطم الجبال، وبحدة عقلي أخلق المحال. كن واعيا فهيم ومدرك فطين. لأصحاب الذوق الرفيع، عبد الله الناصر.